السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اسم كريم عبد الخالق السنوسي، مسؤول في شركة سيتا البيضاء بالمحمدية. الساكنة من خلال الروبورتاجات قامت بها محمدية بريس، بزاف ديال الساكنة مستاءة من العمل ديال الشركة. بالعكس، الشركة دخلت بواحد المجهود جبار وبواحد الآليات جديدة اللي خدمات، والعمل ديالها بان. بالنسبة للعمل ديالها بان في كلتا أيام. بالنسبة للعيد الكبير راكم شفتوا كيفاش كانت المدينة المحمدية، مدينة جميلة اللي فوقها السكان، بخلال اللي كانت خلات الشركة ديال التكميل. دابا الناس ديال المحمدية كانوا واخدين فكرة على الشركة ديال التكميل بأنها كان ما كتجمع المحاويات، ما كتجيش عندهم. فاش دخلت هذه الشركة صحابو هذه الشركة بحال ديك الشركة، حنا تعرضنا لتعسفات مع الساكنة. مثلا جبنا الحاويات نفرقوهم هنا نيت. الحاويات ذات الحجم الصغير، ذات الحجم الكبير والصغير. حنا تنهضر على هذه الحاويات ديال الحجم الكبير والصغير، ما خلاتنا الساكنة نحطوهم، لاخاطش كان عندهم واحد الفكرة واخدينها بأن هذوك الحاويات ما غاديش يتغسلوا، ما غاديش يتخواو. عندهم ديك الفكرة ديال التكميل القديمة. والشركة الجديدة اللي تعهدات بأنها غتقوم بالواجب ديالها، الحمد لله العمل ديالنا باه. وكنشكروا جميع المسؤولين وجميع الناس. انا غادي نعقب لك على واحد هضرتي لي على داك الكيس قبل ما نتكلموا على هذاك، وهضرت على الغسيل ديال الحاويات. ان الشركه اثناء العرض ديالها واثناء الحوار ديالنا مع عدد من المسؤولين قالوا باللي الحاويات ديال جامع القمامه غادي يتغسلوا. كانوا في الريبورتاج ديالنا وعندنا الادله القاطعه باللي هاد الحاويات راه ما كيتغسلوش. حنا عندنا الادله القاطعه باننا غسلناهم، عندنا صور في شارع المقاومه غسلناهم، وحنا كنمشيو دابا بشارع بشارع بحومه بحومه. ما يمكنش غادي نغطيو مدينه المحمديه في ظرف ساعه. حنا كل نهار طبعا ماشي كل ساعه، ولا انما راه كاين عندكم واحد الطاقم كبير اللي مقسم العمل ديالو، وكل واحد خدام. الطاقم ديالنا خدام وتيغسل. ودابا الا بغيتي تمشي معنا لشارع المقاومه كلهم الحاويات نقيه. حنا بالخصوص ملي كنهضروا ما كنهضروش على شارع الحسن الثاني ولا شارع المقاومه، الشوارع اللي باينه ملي غادي يدوز منها مسؤول كبير وغادي يلقاها نقيه. حنا راه كنهضروا على شارع بحال هذا، كنهضروا على الشارع الصغيره هي اللي فيها التكتلات السكنيه. هاد الشارع بحال هذا اللي كتقول لي ما خلاوناش نحطوا الحاويات. هاد الناس قال احنا دابا نيت كاين عرقله عند هاد السيده عندوك الناس، قال لك والو لا ما لقينا. دابا احنا هذا السبب ديالو هو عدم وجود حمله تحسيسيه من خلال الروبورتاج. الحمله التحسيسيه دارت سيدي، ما يمكنش دارت حمله تحسيسيه ودار. نقدروا نعرفوا الوقت اللي دارت فيه الحمله؟ دارت حمله تحسيسيه قبل ما قبل دارت حمله تحسيسيه في كل شيء قبل ما تدخل. هو من المفروض كيف ما كيقولوا الحمله التحسيسيه دار من بعد، درنا الحملة التحسيسية قبل 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 كاع ما تدخل للسيطة لهنا. طبعا حضرنا لها هذه، حضرتوا لها، ولكن كيقولوا اللي مهم هو الحملة التحسيسية من بعد ما تشتغل الشركة، باش بنادم يعرف كيفاش غادي يتعامل معاها، كيفاش يعرفوا شنو هو المشاكل ديال التحويل كيما بغاو يدير. دابا شنو السبب ديال الحملة التحسيسية اللي ما دارتش؟ الحملة التحسيسية أنا كنحمل المسؤولية للمجتمع المدني ورؤساء الجمعيات، لحقاش حنا سنين معاهم بروتوكول. خليني معايا، خليك هما اللي خاصهم باش يديروا واحد، يطلبوا منا واحد الحوار ونجلسوا على مائده الحوار، وغادي نقولوا ونشرحوا كاع المسائل اللي بيناتنا. هما مازال ما جاوش عندنا، وان شاء الله حنا بابنا مفتوح لاي جمعيه ولاي مواطن، الباب ديالنا مفتوح. ويوميا كنتلقاو مع الناس اي شكايه، كنحل لهم المشكل في ديك الساعه بشويه. يعني يلاه بدينا، يلاه عندنا شهر، حنا ما عندناش خاتم سحري باش نخدموا. المواطن حتى هو يعطينا واحد الفرصه. ولكن كيقولوا راه كاينه عندكم اليات وعندكم ايكيب اللي بهم ممكن. وحنا يلاه شركه، واش هاد المواطن ما يعطيناش فرصه؟ يعطينا فرصه ديال عام، يعطينا فرصه ست شهور، واش يعطينا فرصه ديال نهار يومين؟ حنا غادي نخدموا هاد الاليات. مسؤول الشركه، مسؤول الشركه. كتشوف انه خطا انه داروا بحال الحاويات الكبار؟ ماشي هو بالنسبه على المدى البعيد نقدروا نحسبوا خطا الى بقى، ولكن الى الناس بغوه من خطا الناس. الى الناس ملي درتوه المره الاولى كنت تشاورتوا مع الساكنه على قبله؟ نعم كنتشاورتوا. واش كانوا بغاو؟ شكون من الساكنه؟ الساكنه ديال الرجال ديال الرياض فرحوا ملي تحط هذاك كامل وجمع لهم هذاك الشيء كله. علاش السبب؟ علاش هي ما مغطياش؟ علاش ما كاينش واحد الغطاء من الفوق؟ وخصوصا ان هذه بالخصوص قدام واحد المدرسه. نقدر ندخل معاك في المسائل التقنيه. مسائل بيئيه ومسائل بيئيه، لان البيئه هو المهم. كنديروا لها ما يمكنش، هذيك ما يمكنش لها نغطيوها. ما كاينش شي حاجه ما يمكنش لها ما تغطاش. لا بالكبر ديالها ما يمكنش لها تغطى. ما يمكنش شي حاجه كبيره ما تغطاش. بلاتي اخي ما يمكنش، هي هذيك راه كتضرب يوميا سات سير سات. انا كنقول لها يوميا ما كتبقاش هي عيني في الدوله بعد الدرجه الاولى. فهمتي؟ وهذا الشيء كله علاش راجع؟ هو عدم، هو انعدام الوعي الجماعي
باش بالنقاوه في المغرب وكانوا الناس واعيين وداك الشيء غادي يحطوا غيصيفط ما يصيفطش ولدو يلوحوا مع الدوسي لا ولكن حتى واحد ثاني شكرا ناخذ الخط وغادي نكملوا معك نرجع معك السلام عليكم الاسم كريم صباحي خير استاذ استاذ الحي اللي كنساكن فيه هو عندك شي انتقاد ولا الاخ انتقاد انا اللي قال قبيله الاخ قالوا هو انه حمل المسؤوليه للجماعه السلطات المحليه السلطات المحليه اولا ما عندها علاقه ثانيا الجماعه هي المسؤوله الوحيده لماذا لانه ما كاينش هو كيقول لك هو كيدير النظام وكيحمل المسؤوليه للمجتمع المدني ثاني اللي رجعنا للمجتمع المدني غادي تجبر غادي يكون ندخلوا في التربيه الثقافه بيئه ولكن طبقا للتعليمات المولويه ديال سيدنا الله ينصر محمد السادس نحترم البيئه المجلس الاعلى للبيئه قال لك احترموا البيئه البيئه خصها تحترم ولكن باش غتحترم خصها بنيه تحتيه هاد البنيه التحتيه منين كتجي كتجي من عندكم نتوما من المسائل التقنيه كيف ما قال الاخ قبيلات قال لك علاش ما تغطاش ملي ما كتغطاش راه كيطلع سميتو عليه كيطلعوا الجراثيم وقال لك انه راه ما يمكنش ليها تغطى لان الحجم ديالها كبير ممكن ممكن انا نعطيك واحد الحي في الدار البيضاء وفي الرباط الا مشيتي الرباط حي الرياض علاش مغطي الا مشيتي انفا علاش مغطي ايوا المحمدي علاش ما مغطياش نتوما فين كنتي خصوصا انها مدينه الزهور وثانيا مدينه الزهور ودائما ودائما راه كتكون التوعيه في لا في المدارس لا في الاعداديه لا في الثانويه لا في الجامعات لا في المعاهد العليا كتكون مسائل ديال البيئه دائما راه في كل سنه كل سنه كيكونوا جوج محاور على المستوى البيئه اسمح لي كتكون في شهر واحد وكتكون في شهر سته انا نعاودوا نرجعوا للاخ اللي مسؤول في الشركه اولا شي تعقيب كاين تعقيب اللي هو حنا كنا مع البيئه كنا ولاد المحمديه واللي ما كيغيرش على بلادو غير ما تسنى منه غير على شي حاجه اخرى طبيعه الحال ياك هذه الاولى ايوه ثانيا حنا الشركه يلاه بدات باقا في الدراسه باقا كندرس بزاف شهر ونص تقريبا دابا شي شهر ونص ولا شهر وشي حاجه يعني اللي مهم اللي مهم التركه الكبيره راه تزدت شي حاجه اللي باقين دروب حنا دابا خلنا اليوم نحطوا دابا كنقربوا من الناس بالنسبه لواحد النقطه اللي قال ديال الوعي والتوعيه وكذا درنا حنا بعمليه تحسيسيه كبيره كاع عنده راي في المساله هذه التدخل عندي الا رجعت عندك بتاريخ 11/6/2011 حنا نتجنا الناس نتاع الحومه ودقينا دار بدار ودقينا دار بدار والدراري بما فيهم لا موظفين معنا النيت موظفين معنا النيت اساتذه تجمدوا معنا التلامذ معنا وليدات كبار في الدرب اجتمعنا ومشينا النيت عند الشركه وطلبنا لهم هذاك وما داروش لنا اشنو قبطنا حنا اللي شطبنا وحنا اللي زولنا الزبل ودقينا دار على دار ودرنا 10 درهم وراه انت دابا انت ما دايرش نتوما ما دايرينش الجرد ديالكم ما كديروش تقصي الاخبار راه المجتمع المدني حيت قبيلات ذكرتي على المجتمع المدني راه وصل القمه ديال النضج فاش النضج في المعامله ونضج في التصرف هذاك الشيء اللي كتقول انت اي واحد راه ملي كتعمر شي ملي كتعمر دوغري ديال القمامه ديال النفايات خصكم نتوما تجيو تخويوهم ماشي تخليوها بحال راه ان لانه الا جاء ان اتخونجي راه ما يقولش في مدينه الزهور هو كيقول الشركه يلاه ديتو صبروا علينا بلا واحد شويه لا معليش مشكل اخي باغ كونتر انا تغير واحد الدقيقه الله يرحم الوالدين بالنسبه اللي باك ما عندناش شي باك ديبوردي نهائيا ما عندناش شي طارو عامر يعني ممتلئ وكفاف هذا الطوارو كامل ديال المحمدي كيضربوا بالليل كيف كيضربوا بالليل كيصحوا القهاوي هذه الاولى ثانيا كاين البلايص اللي فيهم الضغط بالنهار اللي فيهم الرواج والسيكلاسيون كذا كيتعاود لهم روباس كيتعاود لهم كامل اخر كيخدموا ما العشيه نفس المشكل ياك اذا ما عندناش مفكين المشكل هو في الساكن واش قابل طارو ولا ما قابلوش اذا الكلمه اللي توجه للساكنه والمواطنين بالمحمديه انا كنوجه للساكنه ديال جميع سكان مدينه المحمديه باش نديروا اليد في اليد وتعاونوا معنا ويخليوا الحاويات في بلاصتهم وحنا غادي نقيوهم ونغسلوهم كنتواعدوا بهم ويتعاونوا معنا هادشي اللي كنطلب انا من هذه الساكنه هذه والسبب الرئيسي غادي تقلب معايا الحاويات تلقاهم خاوين والجناب ديالهم عامرين هاد الناس تنطلب منهم ما يبقاوش يصيفطوا الدراري الصغار بالليل والصباح وتيقبطوا في الميكا وتيدير لها انا تعاونوا معنا لحقاش حنا خدامين واللي بغى يشوفنا تنخدموا ليل ونهار نتمنى لكم التوفيق واخر سؤال نبغيو نعرفوا باختصار عدد الحاويات اللي وزعتوا اليوم دابا الحاويات اللي وزعنا سيدي اكثر من 56 حاويه أحياء
احياء مختلفه من المحميه. خدمنا في الرياض جوج في درب الشباب هنايا في لاكولين في درب مراكش.